المعتقلين من داخل السجون، لكم إننا على الدرب سائرون، وعلى العهد باقون، وعلى المعاناة والعذابات صامدون، حتى تتحقق مطالبنا المحقة إن شاء الله. موطني موطني الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباك في رباك. هذا الحاج أرسل لكم رسالة: اسجنونا ولكننا عائدون. تعالوا نرد لهم الصاع صاعين. كيف نرد لهم الصاع صاعين؟ سجنتم الأستاذ عبد الوهاب والأستاذ حسن والشيخ محمد علي المحفوظ والشيخ عبد الجليل المقداد والشيخ محمد حبيب المقداد. نحن اليوم أكثر تمسك بكل هؤلاء من أمس. تعالوا نرد الصاع صاعين ونقول: اعتقلتم شبابنا واعتقلتم فتياننا وظلمتموهم ووجهتم لهم كل الكذبات ووضعتوهم في المعتقلات تحت أحكام ظالمة قاسية. أنني أفتخر بكل شاب وكل شابة يخرج في الليل من أجل أن يطالب بحقوق هذا الشعب. تعالوا نرد لهم الصاع صاعين كما فعل هذا الشيخ من خلال تواجدنا في كل الساحات، نعم هنا ونعم في اللحظة الحاسمة.